مساء الخير اعزائي مشاهدي ومتابعي بوابه الفجر، معاكم هدى السيد من محافظه المنوفيه، ومعانا النهارده فريق كليه هندسه اللي اخترعوا العربيه الجميله اللي حضراتكم شايفينها دي، عربيه كهربائيه. هنتكلم معاهم ونشوف فكره العربيه بالظبط. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. قولي لنا فكره العربيه بقى ومواصفاتها. طيب، هو فكره العربيه هي دي دي بروتوتايب معمول لمسابقه اسمها ايفر ايجيبت. المسابقه دي عاملاها اكاديميه البحث العلمي تحت اشراف رئاسه الوزراء. مواصفات العربية، العربية ديت الماكسيموم سبيد بتاعتها 80 كيلومتر بر اور. الشحنة بتاعتها ممكن تكفيها حوالي 3 ساعات وهي ماشية على الماكسيموم سبيد. بتتشحن من اي فيشة من فيش البيوت عادي، وبتشحن من 0% في اقل من 6 ساعات. الفريق قد ايه مكون العربية؟ هو احنا عددنا في الفريق ككل حوالي 100 طالب، بس مش ال 100 طالب هم اللي بيشاركوا في الديزاين. احنا في عندنا تيمات تكنيكال دي المسؤولة عن تصميم العربية وتصنيعها، وتيمات مانجمنت زي تيمات الميديا وتيمات الماركتنج. اللي بيشارك في تصميم العربية فعليا ممكن يبقوا من 20 ل 30 طالب، وبقية الطلبة بيبقوا في مرحلة التعلم، علشان احنا كل سنة بيتخرج جيل وبيجي الجيل اللي بعده بياخد مكانه. العربية دي بتتشحن كام ساعة؟ العربية دي لو بتتشحن من فيشة البيت العادية ممكن أقل من 6 ساعات. Thank you.